طلبوا الانتقام، وجاءوا بثلاثة آلاف بعير محملة كلها للذهاب معهم، ومئتا فارس، وسبعمائة درع، كل هذا الجيش العرمرم لمن؟ لقتال محمد وأصحابه. وفعلا سار هذا الجيش الكبير بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكان يقود الفرسان خالد بن الوليد، ومعه عكرمة بن أبي جهل. سار الجيش إلى المدينة لقتال محمد وأصحابه. من علم بالخبر ومن أرسل الخبر؟ عم النبي العباس، وكان قد كتم إسلامه، كتب رسالة وأعطاها لرجل ليسرع بها إلى الرسول، يحذره أن جيش مكة قد خرج، وهذا تعداده وقوامه. دخل المرسال، وجد النبي في مسجد قباء، أسرع إليه برسالة عمه العباس ابن عبد المطلب. وصل المرسال إلى المدينة الذي أرسله العباس، يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنية قريش وعزمها على محاربة النبي وأصحابه. جمع النبي بعض الصحابة وأخبرهم بالأمر، فباتت المدينة في حالة استنفار عام. جاءت كتيبة تحمي النبي وتحرسه كل ليلة، فيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وبعض أصحابه، يحرسون النبي كل ليلة. خرجت دوريات تستكشف الطريقة وتأتي بأخبار قريش. الطوارئ عامة في مكة كلها، الناس مستعدون، لا يبيتون إلا في سلاحهم، ينتظرون الأخبار. جيش مكة يقترب شيئا فشيئا من المدينة، حتى وصل إلى الأبواء، المكان الذي ماتت فيه أم النبي آمنة. فلما علمت بذلك هند بنت عتبة، أرادت أن تنبش قبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعها سادة قريش حتى لا تتخذ عادة عند العرب. اقترب جيش مكة حتى وصل بالقرب من جبل أحد وعسكر هناك، فجاءت العيون والأخبار تخبر النبي بهذا، بمعسكر قريش. فجمع النبي مجلسا استشاريا، جمع فيه بعض أصحابه يستشيرهم ماذا يفعل. قال لهم: إني قد رأيت رؤيا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: أما البقر الذي يذبح فنفر من أصحابي يذبحون، وأما الثلمة في سيفي فأحد أصحابي من أهل بيتي سيصاب. قالوا: والدرع الحصينة؟ قال: هي المدينة. فأشار عليهم النبي ألا يخرجوا من المدينة، أن يبقوا فيها ويحموا أنفسهم ويقاتلوا أعداءهم. فقام الذين تخلفوا عن بدر، فاتهم حظهم في بدر، قالوا: يا رسول الله، كنا نتمنى ونرجو الله موقعة مثل هذه، أفنتخلف عنها الآن؟ والله لنخرجن إليهم. وجاء حمزة رضي الله عنه أيضا فقال: يا رسول الله، لنخرجن إليهم ونجالدهم بسيوفنا ونقتلهم يا رسول الله. فقام الكثيرون يريدون الخروج للمشركين، فتنازل النبي لرأيهم وصلى بهم الجمعة، فوعظ الناس وشجعهم للجهاد. في صلاة العصر تجمع المجاهدون كلهم مستعدون للقتال، فدخل النبي إلى بيته وتجهز ولبس درعه. فلما خرج جاء الأنصار يعتذرون من الرسول بأنهم اقتنع برأيه أن يمكثوا في المدينة. قال: ما كان لنبي إذا لبس لامته، يعني درعه، أن يضعها حتى يحكم الله بيننا. قسم الجيش إلى ثلاث: المهاجرون لواءهم عند مصعب بن عمير، الأوس عند أسيد بن حضير، الخزرج عند الحباب بن المنذر. وانطلق جيش الإسلام لا يريد إلا الله والدار الآخرة.
وانطلق الجيش الإسلامي، قوامه 1000 مقاتل مسلحون مدرعون يريدون الجهاد في سبيل الله. جاء شباب صغار يريدون أن يجيزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة، فلم يجزهم لصغر سنهم، إلا أن رافع بن خديج وسمر بن جندب وكان صاحبين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب للجهاد معه، فلم يأذن النبي لهما. فقال رافع: يا رسول الله، إني رام ماهر أستطيع أن أرمي بسهمي فأصيب. فإذا بالنبي يختبره، فرآه راميا ماهرا فأجازه. فجاء سمرة قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: هو رام. قال سمرة: لكنني أصرعه. فإذا بالنبي يختبرهما، فرأى سمرة قوي الجسم جلدا مستعدا للقتال، فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، فأجاز 2 من أصغر المجاهدين في سبيل الله. وانطلق الجيش 1000 مقاتل، وهو في الطريق يسير رأى كتيبة مسلحة تريد أن تنضم لجيش المسلمين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: إنهم من يهود من حلفاء الخزرج يريدون أن يقاتلوا معهم. فقال النبي للصحابة: وهل أسلموا؟ قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: فإن الله غني عنهم، إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك، أي حتى يسلموا وحتى يدخلوا في الدين. فاعتذر الصحابة منهم. أراد النبي ثلة مؤمنة خالصة فقط هي التي تقاتل معه في سبيل الله عز وجل. وانطلق الجيش واقترب من جيش أهل مكة، وهنا في الطريق بدأ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، بدأ يثير الشك بين الصفوف، بدأ يثبط الهمم، بدأ يقنع أصحابه بالانسحاب. فإذا به يقول للنبي: إني راجع ومعي من سيرجع. فإذا بثلث الجيش كله يقرر الانسحاب، 300 مقاتل مع رأس النفاق ينسحبون من الجيش، والثلث كثير. أي خور فيهم؟ إنه النفاق إذا تأصل بالقلب. حتى طائفتان، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، لما رأت هذا الذي حصل كادت أن تنسحب مع المنافقين لولا أن الله ثبتهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل يثبتهم. فإذا بالجيش يبقى فيه 700 مقاتل من 1000 مقاتل، الأمر صعب. ويتقدم الجيش الإسلامي، فمر على حائط لأحد المنافقين، وعبد الله بن أبي يحرض المنافقين على الانسحاب، وفعلا ينقسم الجيش ويمر